الناس من امبارح قلقانة على حضرتك وعايزة تطمن عليك، والاتصالات جات للبرنامج من امبارح كلهم عايزين يطمنوا على سعيد صالح، تقول لهم ايه؟ قول لهم ايه؟ انت كويس قوي، قعدت شفتهم وهم شافوني والحاجات اللي حصل دي كنت ناسي ان انا اقول الحاجات دي. امبارح للنهارده حد من الوسط الفني كلم حضرتك او زارك؟ تفتكر مين؟ مش فاكر. انا في الحقيقه ده اللي بتاعي ده ما شفتوش خالص، قعدت تحت قاعد وهم بيشوفوا فوق. يعني لما الحريق حصل انت نزلت ولا رحت؟ قعدت تحت. عايزه اقول لك ان النقابه، هل هي فعلا كانت متواصله معاك من قبل الحريق؟ لا، ما كانتش متواصله معاك. لا 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 لا. وبعد الحريق وبعد بعد امبارح، حلقه امبارح، هل حد من النقابه كلمك؟ لا، ما حدش كلمك. لا، ولا اتصلوا بيك؟ ولا عايز اتصل بيه. انت زعلان من النقابه ليه؟ هو ما فيش، وانا طول عمري ما بزعلش من النقاب. كويس. هل قدموا لك اي خدمات؟ لا، ما فيش خدمات. لا 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 لا، ما حاولوش يتصلوا بيك يسالوا عليك؟ لا 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 لا، ما فيش الكلام. لا لا. مين من الفنانين القريبين منك قوي اللي على اتصال بيك دائم، اللي ما سابكش خالص ودايما بيتصلوا يطمنوا عليك؟ حبيبتي دي اللي مرافق. حبيبتي هي الوحيده اللي بتطمن عليك. جامدة، هي اللي جامدة. بس بحضربها بس بوني كسرها. بتقدر معاها يعني؟ طبعا. عيد الفن، هل جات لك دعوة لعيد الفن؟ كان من كام يوم تم إحياء ذكرى عيد الفن بعد توقف دام 33 سنة، هل جه لحضرتك دعوة؟ لا، ما جالكش دعوة وما رحتش؟ مرحوح، ما رحتش عيد الفن؟ لا. ما تابعتوش على التلفزيون؟ لا 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 لا، انا ما بتفرجش على التلفزيون. ما بتفرجش على التلفزيون؟ اه. امبارح كنت بتتابع الحلقه؟ بتتابع برنامج العاشره مساء؟ لا، كنت هنا بقى مع الناس. شفت كميه اتصالات والناس اللي سالت عليك؟ شفت، ومبسوط. مبسوط منك؟ ما بمثلش في الجرايد. ما بتقراش جرايد؟ بحب مراتي بس كده. هي بتقول لك التفاصيل كلها؟ نعم، هي بتقول لك التفاصيل، الاخبار، بتقول لك اللي بيحصل في البلد. دي جميله جدا ولذيذه وحلوه، وانا مبسوط منها والناس مبسوطه منها. عايز تقول كلمه للناس، تقول كلمه لاصدقائك، تقول كلمه لاصدقاء العمر من الفنانين او بره الفن، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان احنا يعني كلنا بنبسط منهم، وفي ناس بتحبني وفي ناس ما بتحبنيش، بس انا حابب كل الناس. هو بينسى شويه بس يعني هو الحمد لله تمام. وهو الحريق يعني ساعات بينساه، وانا بحاول اسهله بصراحه، وده افضل حاجه عشان حالته النفسيه تبقى كويسه، لان هو كان مصدوم يعني من بعد الحريق. انا كنت مستغربه ان سعيد كان قاعد وساكت خالص، ما بيتكلمش، ومش فاهم حاجه، هو مش فاهم حاجه، رغم ان في لسعه في ايده، وشويه ينسى وشويه يفتكر. وبعدين لما بنروح ما بيرضاش يطلع، يعني لما بنروح الشقه عشان نشوف هنعمل ايه وكده. وما رحنا النهارده، الناس اللي جت تشوف الشقه اللي هي من طرف الفنان مصطفى كامل، ما الناس جت عشان نشوف هنعمل ايه، سعيد ما قدرش يطلع. وامبارح رحت اجيب شويه حاجات برضو لاني ما بسيبوش لوحده، ما قدرش يطلع، ما مستحملش. هو بس الوعكة الصحية اللي مر بيها من كام سنة، اللي هو من 3-4 سنين، الجلطة دي أثرت عليه كليا. هي أصلا سعيد يعني كان بيعمل علاج طبيعي لمدة أعتقد 1.5-2 سنين، لأن كان في مشكلة في الكلام وفي المشي وفي الحركة وفي كل حاجة. يعني ده معجزة كبيرة جدا، وربنا كريم إن سعيد صالح مشي على رجله وبيتكلم وبيهزر. فإحنا وصلنا لمرحلة كويسة قوي، نحمد ربنا على كل شيء. من 2008. هو انا بحاول اتذكره شويه بالناس اللي اتصلت بيه، بالناس اللي هو مش فاكر. لا، هو مش فاكر بصراحه. هو سأل عليكم من امبارح النهارده؟
لا هو من يوم الحريق بصراحة في ناس كتير بصراحة سألت علينا واتصلت علينا. في طبعا من النقابة الأستاذ سامح السريتي اتصلوا واطمنوا علينا، وأستاذ محمد أبو داود والأستاذ عادل إمام طبعا ده كان ملهوف بطريقة. أنا عايزة أقولك بجد حسيت إن صوته كان باكي كمان يعني، أكيد كان مخدود جدا وعمال يقول طب طمنيني أنا أهم حاجة أطمن على صحتك، كنت فيكوا إيه؟ طب أنا عايز أشوف أنتوا فيكوا إيه طيب؟ فقلت له لا إحنا الحمد لله بخير ما تقلقش، طيب إهدى وخد اسمع صوته وإحنا كويسين، هي الشقة هي اللي راحت ومش مهم احنا بخير. واتصلت استاذ رجاء الجداوي والاستاذ فيفي عبده، انا مش عايزه انسى حد بصراحه، واستاذ صلاح السعداني واكرم السعداني وسمير خفاجه، مجموعه كبيره قوي بصراحه كلهم اتصلوا واهتموا. دي حالة الفنان الكبير سعيد صالح، ندعو كل الفنانين للتعاون معه على الأقل أن يحيطوا به، على الأقل الآن المطلوب إصلاح الشقة التي كان يقطن فيها. الشقة طبعا متدمرة تماما، بل أنه كما علمت كمان أنه الحريق كان ضخما إلى حد أنه النار وصلت إلى أكثر من شقة فوق.